هو صلاح عمل ايه عشان يحل الموضوع اللي هو فيه وازاي عرف يرضي جمهوره؟ الفترة الأخيرة محمد صلاح اتعرض لهجوم شديد جدا في كل حملات السوشيال ميديا اللي موجودة. اختلفت او اتفقت معاه في رد فعله، هو ناس كتير جدا بدأت تهاجمه، وبعد ما كان الناس دي بيحبوه جدا وبيدعموه في كل حاجة بدأوا ياخدوا موقف منه بسبب تصرفه وبسبب سكوته. عمرو اديب طلع قال له لسه في فرصة يا محمد، ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ابدا، يعني لحد دلوقتي فرصتك موجودة في انك تتصرف وتحل المشكلة الحالية. وطبعا الناس كلها زعلانه من محمد صلاح لانه عارفين ان في ايده قوه كبيره جدا على السوشيال ميديا، وعارفين ان المتابعين بتوعه كتير جدا في كل المنصات، فكل الناس بتطالبه ان هو يتصرف بسرعه. محمد صلاح اتحط في حيره شديده جدا، هو مبقاش عارف يعمل ايه، هل يرضي جمهوره ولا يخسر شغله بعد ما بنى نفسه ووصل للمرحله اللي هو فيها. فعلا كان في حيره شديده بعد ما لقى كمان انه صفحاته على السوشيال ميديا بدات تتاثر، وفي خلال 48 ساعه بس خسر 1,000,000 فولور، ده غير حملات الهجوم الشديده قوي عليه من كل الناس اللي بيحبوه واللي مش بيحبوه. فبدأ يتصرف بناء على الموضوع ده ورجع لوكيل أعماله رامي عباس، واتصل بيه وقال له هو أنا أعمل إيه في الموضوع ده يا رامي؟ رامي قال له إن جيت للحق سيبك من كل اللي بيقولك اعمل أو ما تعملش، كل اللي عليك إنك تتناسى الموضوع تماما وتركز في شغلك كويس قوي، لأن هو ده مستقبلك، لأن كل اللي اتصرفوا بناء على الموضوع ده خسروا كتير قوي، وملكش دعوة بالنني واللي عمله، لأن النني أصلا يعتبر ما بيلعبش وهو عالميا مش في أهميتك يا صلاح، فحاول تسكت وما تتكلمش خالص في أي حاجة. لو انت عايز تعمل حاجة انا ممكن انزل لك بوست باسمك على صفحاتي، وفي النهاية هيقولوا وكيل محمد صلاح بيقول كذا كذا، فالكلام هيبقى على لسانك لكن ما تتصرفش على صفحاتك انت. محمد صلاح ما اقتنعش بالكلام وقفل مع رامي وكان متردد يعمل ايه، بس في ساعتها خد القرار في انه هو يرجع لمراته ام مكة السيدة ماجي اللي كانت دايما بتتابع كل حاجة على السوشيال ميديا وقريبة جدا من السوشيال ميديا بتاعته وعارفة ايه اللي بيحصل بالظبط. سألها انا ممكن اعمل ايه في الموقف ده، قالت له الكرة يا محمد هي اساسك وهي كده كده اللي مخلينا ننجح ومخليك تنجح طول الفترة اللي فاتت، بس في النهاية انت عندك انتماء والانتماء ده لازم يكون لحاجة معينة، فلو انت شايف ان كلامك في الموضوع ده هيأثر على مستواك وهيأثر على علاقاتك بالناس برة، انت ممكن تعمل حاجة تانية خالص ويبقى فيه مساعدات مادية، وهي دي اللي تقدر تساعد بيها اللي انت عايزه. يعني لما تبعت مساعدات مادية هيبقى احسن للناس اللي محتاجاها بدل ما تكتب مجرد بوست او كومنت، فالمساعدات المادية هتفرق كتير جدا. وفعلا هو تقريبا شبه مقتنع بالفكرة تماما، وبدأ يعمل اتصالاته عشان يجهز 1,000,000 دولار يبدا يساعد بيهم ماديا والمساعدات دي توصل في اقرب وقت. فبدا يفكر في الموضوع، هل يعلن عنه ولا يخليه سر؟ ولو اعلن عنه الناس هتستقبله عادي ولا هتقول اصل هو بيحاول يداري على الموضوع اللي عمله فبيحاول يدفع علشان الناس تسكت؟ وممكن بطريقه تانية يخلي الموضوع سر ويبقى بينه وبين ربنا على اساس انها مساعده ماديه ويبقى الموضوع مجرد حاجه بينه وبين ربنا. فبدا يفكر في الموضوع كتير وما زال بيفكر وبيحاول يجهز الموضوع علشان يوصل الكلام ده في اقرب وقت، ولسه بيحاول ياخد القرار في الاعلان عن ده او لا. الكلام ده ممكن يكون كلام حقيقي وممكن يكون كلام مش حقيقي، بس كلام داير على السوشيال ميديا، هل فعلا محمد صلاح هيعمل ده ولا مش هيعمله؟ واذا كنت رافض او قابل موقفه اصلا، ففي الحالتين اكيد محمد صلاح هيعمل الصح، لان ده اللي اتعودنا عليه من زمان، انه محمد صلاح دايما فخر العرب. انا عادل مجدي، يا ريت شير كتير في الموضوع ده.